الله يخليك. انا طبعا من اشد المتابعين لحضرتك انا وزوجتي، ومبسوطين جدا من الحلقات بتاعت حضرتك. الله يبارك فيك، الله يكرمك. الله يكرمك يا دكتور. انا عندي مشكله صغيره دكتوره مع ابني، اتفضل. عنيد جدا يا دكتوره، يعني صلي يا ابني، حاضر يا بابا هنصلي، ما يصليش يا ابني، اقرا قران، ما يرضاش يقرا قران. طب ذاكر يا ابني، حاضر حاضر. هو طبعا عنده زي البلد، يعني عنده كم سنة يا أبو بيستلمش عمر؟ كلامه ايش في ثانوية عامة، بس عنيد جدا يا دكتورة ومغلبني جدا. وكان مفيش مرة أقول له حاجة، مفيش مرة أقول له حاجة، مفيش مرة أقول له حاجة ويعملها بسهولة. لازم 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 يتعب قلبه، وتعب قلب أمه كمان. مش عارف أتصرف معايا يا دكتورة إزاي. ضربت، عملت حاجات كتير بس مفيش فايدة. طب اسمعني اسمعني وابشر ابشر ان شاء الله. إيه الاولاد في سن المراهقه، ان شاء الله ان شاء الله نكمل معاكم السلسله دي بعد رمضان. إيه الفتره دي؟ فتره ان انا مستقل وانا ليا راي وانا شخصيه وانا موجود في الحياه، فوجودي في الحياه كل ما يعلنه ابي وامي المدرسين اي حد لا لا. وكلمة لأ دي يعني مش بقى لأ زي بتاعت الصغيرين أبو 3 سنين، لأ 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 لأ. كلمة لأ دي نابعة من حسيتك إنه مقتنع بيها. لكن أنا عايزة أقول، هل كان في سابق عهد للصلاة وللقرآن قبل مرحلة تالتة ثانوي؟ يعني كان الولد كان عادي بيصلي وبيصوم وكان متعاون وكان أموره العادية كويسة؟ لأن هو عنده في الأهل بداية المراهقة المبكرة بيبقى الأب والأم رقم واحد، يعني مثلا 9 10 11 رضاهم كذا، بيبقى عنده مستهدف. لكن بعد كده لا، وبيطلع بره بقى بوتقه الاب والام، اصحابه، مدرسته، ونفسه، او هو يكون له مجتمع مع نفسه. انا وصيه لكل اب صراحه والاباء كلها لاولادهم في مرحله المراهقه، من فضلكم صاحبوهم. إيه انت ما عليك غير القول. احنا بنقول خصوصا في موضوع الصلاه وموضوع القران، موضوع الصلاه وموضوع القران، القران لازم يكون نابع من الداخل، ولازم يكون في تهيئه من سنين قبل كده. يعني اضرنا حب هارون، يعني هارون كان عنده عيلين، فكان فكان يعني عيل عمل عليه، يعني ضغط عليه ان هو لا يحفظ، والتاني كان بيحبه فسابه براحته، فقال يعني حبه لينا اضرنا. يعني في حزم في السنوات العمريه قبل مرحلة طبعا الإعدادي وقبل مرحلة الثانوي. طيب لا، كان في سابق عهد وكان كويس وكان بيصلي، لكن هو الفترة دي بيعمل الأمر بصعوبة. لموضوع الصلاة وحل بسيط جدا على 3 مراحل. أول مرحلة بتبقى من أسبوع ل3 أسابيع، معلش بنصبر تماما، بنقطع موضوع، خصوصا إحنا عاملين صلي اقرأ قرآن اعمل، أو ما بقولش زي ما أنا بقول، بقول برضو بالراحة ويا ابني والصلاة، وبقول بالراحة والكلام ده، أقطع تماما لمدة أسبوع ل3 أسابيع، ما بجيبش سيرة الكلام ده خالص، عشان لما اجي اعمل العلاج بعد كده والخطوات بعد كده ما اقولش ما انت بتقول كده علشان عايزنا لا. وفي الفترة دي بوثق علاقتي بابني، بوثق علاقة حديث، محاورة، بسمعه حتى لو كان هيافات، بيقعدوا يتكلموا مثلا على أي هيافة طالعة على التيك توك، معرفش مين ومين اتقبض على مين ومين قال مين، وهيافة معرفش مين الفلان اللي عمل كذا وبعدين طلع معرفش عمل ترند إيه، أو فلان اللي نزلت في الشارع وعملت كذا وصورت، أيا كان، أيا كان الهيافات والمواضيع الهايفة اللي هم بيتكلموا فيها أسمعهم، ومجرد سماعهم دوت بيعمل نوع من أنواع الراحة. أبي بيسمعني كده. الأمر الثاني وخصوصا للاباء، اعمل رابطه خروج انا وانت، ده الخروجه بتاعتنا طبعا، يعني بعد الحظر والكلام ده هنخرج وتخرج معاه، وتبقى في رابطه خروج بينك وما بينه، رايح تخرجوا تشربوا عصير، تاكلوا ايس كريم، اي حاجه، المهم يبقى في انت وهو معاه رابطه كده. والله تحكي له امر خاص بيك في الشغل، ما تطلبش منه يحكي لك حاجه، احكي له امر خاص بيك في الشغل انت، وبعدين بعد ما تخلص يا الاب تساله انت عندك حاجه عايز تحكيها لي، في حاجه في الحياه منغص، واسمع منه ايا كان. لا انت هنا حكم هتحكم، ولا لا انت عملت، ولا اي، انت سميع فقط. طب امر محتاج كذا، اسمع الفتره دي فقط. المرحلة الثالثة اللي هي ان احنا بعديها ببتدي اقول على الصلاة، الصلاة والله نور، يا بخت اللي هيجي يصلي، ارمي السجادة في سكته، هو اذن يا جماعة؟ طب فضل قد ايه على الاذان؟ هو العشاء مش عارفة ايه؟ هو العصر ايه كذا؟ وابتدي ان انا اقول بس في حاجة اسمها صلاة في الكون. بعد كده أربط البواعيد بتاعتي وبتاعته بالصلاة. ثالث مرحلة وهي الأخيرة، يلا يا ابني صلي معايا لعل الله سبحانه وتعالى يأجرني بيك، أنا عايز أخش بيك الجنة، عايز ربنا كذا، عايز كذا، عايز كذا، من باب التحفيز وبالدعاء.
طلع صدقه، ندعي ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم مقيم الصلاه يا رب من الذريه، والقران مسابقات وتحفيز وتحسين بحيث ان هم على الاقل يحبوا. اللي هيحفظ، واعرف اب بيعمل كده، اللي هيحفظ سوره بس يختارهم سوره صغيره، سوره مثلا سهله مثلا الفرقان مثلا او مثلا تبارك او اي سوره من السور اللي انتوا بتزعلوا. يعني في ناس الازارين يقول لك عايزين جزئين ثلاثه على حسب الاولاد مستعبوا، وفي لها جايزه في نهايه رمضان او في العشر الاواخر هنعمل جايزه للي يحفظ الصوره دي. وحاجه قول حاجه الولد عايزها، واختار حاجه وهديه البنت عايزاه، بحيث ان هم يحبوا امر زي ده. وبالدعاء ادعو الله سبحانه وتعالى لهم بصلاح الحال.